ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحبيت انزل لكم الحلقه اللي ان شاء الله هتنزل على طول بعد اسبوع، يعني على يوم 30 ابريل. الحلقه 134 هتنزل في مسلسل حيره، وده زي ما كل الابطال قالوا، وكمان منصه شاهد اعلنت وقناه ام بي سي العراق. تعالوا النهارده نلخص مع بعض احداث الحلقه، لأننا متشوقين جدا لمسلسل حيرة وأحداثه، وفي أكيد طبعا مننا ناس كتير بدأت تنسى الأحداث. الفيديو ده هفكركم باللي هيحصل في الحلقة اللي هتيجي على طول، وهي الحلقة 134 من المسلسل. وكلنا شفنا وسام ازاي كان عامل زي المجنون وعايز يحرق البيت بتاع كمال، بيروح وبيواجهه بيقوله انت عايز مني ايه تاني؟ حبيبة وعندك بيت وعندك اخوات وعندك وفلوس وعز وعربيات، اشمعنى انا اللي كنت عايز تاخد مني حبيبتي؟ ما عنديش غيرها في الدنيا، ليه طماع؟ ليه دايما بتبص في حاجتي؟ قال له ساعتها احنا اخوات. قال له لا مش اخوات، انت كنت بتديني العابك اللي مش عايزها، كنت بتعاملني على اني اقل منك بكتير، وانا سكت كتير واستحملت، لكن جيت واخدت حبيبتي وكمان هي مسافره وسايباني، دمرت حياتنا، عايز مننا ايه تاني؟ ما اكتفيتش بكده، انت كمان اخدت بيتي اللي كنت ساكن فيه مع امي. كان بيهدد فعلا ان هو خلاص هيولع البيت، وبتحاول وايدة تهديه وتقوله علشان خاطري اسكت وبلاش تعمل كده. ومرة واحدة كمان بيهجم على وسام وبيتخانقوا مع بعض وبيحاولوا ان هما يهدوهم، والحمد لله مش بيحرق البيت ولا حاجة. بتحصل خناقة بينهم وامه بتاخده وبتروح على طول على البيت. اما رويدة فكانت مقررة ان هي خلاص هتسافر، وبتسلم على الجميع، والكل بيكون متضايق وزعلان وبيعيط وبيبكي علشان خاطر موضوع سفرها. بيودعوها، وكمال كان قاعد وبيشتغل لكن مش جايله نفس ابدا للشغل، قام على طول وهو متضايق وساب هندي في البيت وخرج، وشاف رويدة وهي معاها شنطتها ومسافره والكل بيودعها. كان متضايق جدا بسبب كده لانها خلاص سابته وماشيه وبتسافر رويدة. وفي نفس اليوم بالليل بيوصلهم ان العربيه اللي ركبتها رويدة ناس كتير ماتوا منها وتعرضت لحادثه، والكل بيكون قلقان جدا على رويدة وخايف عليها، وكمان لما بيسمع بالخبر بيكون متضايق وبيروح وبيتصل على طول علشان يعرف اي خبر. لكن اطمنوا رويدة هتكون كويسة وموجودة في المستشفى، وبيروحوا لها وبيطمنوا عليها، وكمان بيتصل بسهير علشان تطمنوا على حالة رويدة. وبعد كده بيروحوا على البيت، وكمان كان نفسه يطمن عليها، وسام كان واخد باله ان في اتصالات بتيجي لسهير، وكان عارف ومتأكد ان ده كمال. والأم بتقول لبنتها رويدة إن مفيش بعد كده سفر خلاص، لكنها بتصر إن هي تسافر. ده اللي هيحصل لرويدة والكمال ووسام وهند. أما بالنسبة لفريدة والجمال، جمال بعد ما بيعرف من أمه إن الناس اللي جم ويتحجموا على البيت هو واحد من رجالة مهند، بيتضايق جدا وبيروح علشان يواجه مهند اللي كان موجود مع فريدة في الشركة. كانوا قاعدين بيتكلموا، وقالت له ان هي راحت وهزقت جمال في بيته بسبب اللي حصل. ولما قال لها ليه عملت كده قالت علشان ضربك، عادي يعني دايما بيتهجموا عليا، ما ينفعش اتهجم عليهم مره، كمان هو عورك وضربك جامد وانا كان لازم اروح واوقفه عند حده. لكن ساعتها جمال كان متضايق جدا، فبيروح على طول علشان يواجه مهند، وبيتخانق معاه قدام فريده وبيقول له ليه بتبعت رجالتك علشان يتهجموا على بيتي. وساعتها مهند انكر كل ده، لكن جمال قال له ان هو لازم يكشفه قدام فريده ويعرف فريده حقيقته. واتخانقوا خناقه قويه، وسهيل حاول ان هو يهدي الموقف بينهم وساله فعلا لمهند وقال له هل فعلا انت بعت رجالتك على البيت عندنا؟ ساعتها انكر وقال لا ما بعتش حد. وساعتها فريده قالت له كفايه كده اخرج بره يا جمال. قال لها طبعا دي متعوده يكون معاكي كل فتره واحد، ويا ترى مين تاني هتعرفيه بعد مهند؟ وطبعا بيكون مهزقها وبيسيبها وهو متضايق جدا وبيمشي. ده كان ملخص سريع للي هيحصل في أحداث الحلقة 134 من مسلسل حيرة. باي باي.